السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ النهاردة نتكلم على الـ urinary system، الجهاز البولي. الفسيولوجية بتاعته عشان نقدر نتكلم عليها، دايما بنقول structure كده خفيف قبل ما نبدأ. فبنقول إحنا عندنا الـ right kidney، عندنا الـ left kidney. لأن إن الـ left kidney أعلى من الـ right kidney في الـ structure، في الـ surface anatomy. الاثنين فوقيهم حاجة اسمها suprarenal gland، ودي بتفرز هرمونز اللي هي زي الكورتيزون والالديستيرون. عندنا الجزء ده اسمه البلفس، حوض الكليه، كدني او رينال بلفس، وده بيبقى مسؤول عن الجزء اللي هو الخاص بالدخول البلاد سبلاي وخروج اليوريتر من الكليه. وشايفين التو يوريترز، يوريترز بيجمعوا اليورين بعد ما بيتكون، لان هي دي الوظيفه الاساسيه للكليه اللي هي فورميشن اوف يورين. والفورميشن اوف يورين بيتجمع بعد كده في اليورينري بلادر في الحوصله البوليه، وبعد كده يخرج الى خارج الجسم. ده الاستراكشر كده سريعا في التو كيدنس. التو كيدنس دول لما ناخد فيهم قطاع طولي هنلاقي عندنا يظهر الجزء اللي هو الكورتكس، قشره، و المضلة اللي هي شكل البيراميدز على شكل الاهرامات. لو خدنا فيها القطاع اللي هو ده الجزء ده كده، خدناه بره القطاع، الاقي هنا يظهر عندي الاستراكشر الاساسيه بتاعه الكليه اللي هي النيفرونز، وهنشوفها دلوقتي لما نيجي نتكلم على الفانكشن والاستراكشر بتاعه الكليه. هنلاقي الفانكشن اوف ذا كيدني، اول واحده فيهم اللي هي الاكسكريشن اوف ميتابولايتس، وده بيبقى عن طريق اللي هي بتعمل اكسكريشن لاي مواد تنتج عن عمليه الميتابوليزم، عمليه الايض اللي بترمي جميع المواد المركبه للاكل اللي احنا بناكله واللي بيستفيد بيها الجسم. بينتج عنها بعض الفضلات، الفضلات دي بتخرج عن طريق الكليه، وبيبقى الواحد مش محتاج الايه الكميات دي. طبعا بالنسبه للعمليه زي الكرياتينين، زي اليوريك اسيد، زي البيليروبين، زي اليوريا اللي هي البولينا والحمض واليوريك اسيد، حمض اليوريك والكرياتينين والبلوروم اللي هي الصفراء، وبعض الميتابولايتس من الهرمونات برضه بتعمل اليمينيشن للتوكسينز. اي توكسينز، اي مواد سميه بتبقى ناتجه عن عمل مثلا دخلت عن طريق اللي هي عمليه التكسير لبعض المواد الضاره في الجسم، او الفورين كيميكالز اللي هي برضه اذا تواجدت داخل الجسم. في ريجيليشن للووتر والالكترولايت، تنظيم المياه والايونات داخل الجسم، فبتساعد في الهوميوستيزيس، وطبعا بتنظم تركيب المياه وتركيزات الايونات داخلها، وده بيساعد على الريجيليشن اوف بلاد بريشر بعد كده عن طريق الصوديوم والووتر بالانس. بتفرز في حاله انخفاض الضغط مثلا، بتفرز ماده اسمها الرينين، ودي بتبقى فازو اكتف ماتيريال، بتعمل فازو كونستريكشن، وبتساعد في انتاج ماده الانجيوتنسين 2 اللي هي في الاخر بتبقى برضه سترونج فازو كونستريكتور، وبتحاول بترفع ضغط الدم في حاله انخفاض. حاله طبعا ارتفاع ضغط الدم يبقى المواد دي لن يتم افرازها. بتنظم برضه بالنسبه للالكترولايتس، دي واحد من الالكترولايتس اللي هو مثلا زي ال HCO3 والهيدروجين، بتنظم العلاقه بينهم وبين بعض ونسبهم، وبالتالي بتنظم هنا حمضيه وقلويه الدم بعد ايه عمليه الميتابوليزم اللي بتتم. نيجي نبص برضو تاني على عمليه التنظيم للاريثروسايت برودكشن، لانها بتفرز الهرمون اللي هو الاريثروبيوتين. الاريثروبيوتين بيفرز عن طريق الكليه بنسبه 85% وعن طريق الكبد بنسبه 15%، وبالتالي في حاله حدوث فشل في الكليه بيتم عمليه الايه التنظيم البرودكشن اوف ار بي سيز مباشره. طب نيجي للريجيليشن اوف او الريجيليشن للفيتامين دي. الفيتامين دي الريجيليشن برضو من الحاجات المهمه جدا اللي بتساعد في عمليه امتصاص الكالسيوم من الانتستين من الامعاء، وبالتالي تساعد في تركيب العظام بتاعه الجسم. في انتاج للجلوكوز هو الجلوكونيوجينيسيس، وطبعا ده بيتم في حاله الايه اللونج فاستنج او البرولونج فاستنج، يعني الصيام لمده طويله.
secretion of prostaglandin، وده حاجة من الحاجات اللي بتطلع في حالات الانفلاميشن، من الهرمونات اللي بتظهر في حالات الانفلاميشن، طبعا بيساعد على ايه الاجريجيشن اوف بلاد ماتيريالز، ممكن تساعد في كمهاجمه للمواد المسببه للانفلاميشن دي برضه. وبنشوف كنا شفنا لما كنا بنتكلم في الجي اي تي، شفنا الجزء اللي هو بتاع تاثير الاسبرين على البروستاجلاندين اي اللي هو كان بيفرز لتحفيز افراز الميوكس، وقلنا في حاله افراز الاسبرين بيوقف افراز البروستاجلاندين وبالتالي بيتوقف افراز او انتاج الميوكس سيكريشن داخل المعده وبيحصل عندنا الانفلاميشن. فهي لها دور مهم جدا حتى بالتركيب والتبادل مع الاجزاء الاخرى. هنا التركيب الاساسي بتاعنا احنا بنسميه the functional unit of the kidney اللي هو الجزء الوظيفي، الوحده الوظيفيه في الكليه اللي هو النيفرونز. النيفرونز هنا بيبقى عندي كل كليه تقريبا فيها 1 مليون نيفرون، وبيبقوا نوعين، والنوعين دول بيتقسموا بين الكورتيكال اللي هو القشري، موجود في القشره اللي احنا شاورنا عليها واحنا بنتكلم في القطاع الطولي للكليه فوق الصفحه اللي قبل اللي فاتت، ونسبه 15% بيبقوا اسمه جاكسترا ايه او جاكستا ميدالري نيفرون، اللي هو جزء منه داخل ايه جوه المدله جوه اللحاء بتاع الكليه. طب الجزء الاساسي بتاع النيفرون ده بيتكون من ايه؟ ده الشكل اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو في دي الصوره اللي احنا هنتكلم عليها هنا. الصوره دي يعني عباره عن طبعا زي ما احنا شايفين كده في الافرنت نيرف، الافرنت ارتريولز، وده بيبقى شايل البلد من السيركيليشن الى الجسم. واحنا طبعا بالنسبه للسيركيليشن عندنا بناخد تقريبا ايه ال نقول ربع تقريبا الايه البلد سيركيليشن او الكاردياك اوتبوت، ربع الكاردياك اوتبوت تقريبا، ممكن يبقى الخمس ممكن يبقى الربع، لكن الافرج بتاعنا بيبقى في الحدود دي. طبعا احنا لو قلنا ان احنا الكاردياك اوتبوت عندنا 5 لتر، يبقى احنا بنتكلم في لتر وربع لكل كدني بتوصل لها، او الكدني بتوصل لها لتر وربع ده للكدني عشان يحصل لها فلتريشن. الجلوميلر او الجلوميرلس هنا بتبقى هي السايت اوف فلتريشن، هي السايت هي مكان ترشيح الدم بيروح لها، بتتم عمليه الترشيح فيها، وبيبقى عندنا الترشيح ده عباره عن نون سبيسيفيك، ما بيختارش حاجه، كل حاجه يوسفول او نون يوسفول يعني مفيده او مش مفيده بيتم عمليه الايه الفلتره ليها مباشره. طيب بعد كده بيتم عمليه ثانيه بتتم فيها اسمها حاجه اسمها ري ابزوربشن، ودي بتتم في مرحله لاحقه. طبعا دي عشان ايه مش كل المواد اللي انا نزلتها ابقى مش عايزها، لا انا في بعض المواد برجع افكر فيها تاني واحتاج ان انا جسمي يعني يفكر فيها ويلاقي نفسه محتاجها فبترجع له تاني مباشره. البرودكت اللي بتطلع دي بيبقى اسمها فلتريت، بيبقى اسمها ايه؟ فلتريت. يبقى المنتج اللي طالع هنا اسمه فلتريت. الفلتريت ده هو عباره عن الجزء اللي هو بيخرج من الجلوميرلس ويبتدي الافرنت ارتريولز. هو الافرنت ارتريولز هو الجزء اللي هو عندي بيطلع من الكليه وياخد الدم ويرجع للسيركيليشن مره اخرى، تمام؟ ده اللي هو الافرنت ارتريولز. الجزء الاخير البيري كيبلر كابيلاريز، وهي عباره عن الشعيرات الدمويه الموجوده حوالين الانابيب اللي هي خارجه من النفرون عشان ترجع الدم تاني للسيركيليشن محمل بالاجزاء المفيده اللي هي بعد عمليه الري ابسوربشن. الانابيب دي بتبتدي تركيبها بايه؟ بحاجه اسمها الباومنز كبسول. الباومنز كبسول هنا هو بياخد الفلتريت ويوديها على البروكسيمال كونفوليوتد تبيول. طب ايه ده موجود فين؟ اهو احنا لو بصينا على الصوره تاني
هنلاقي ادي ده قدامنا الافرنت اللي داخل جاي من السيركيليشن، جاي من الاورطة، جاي من الرينال ارتري، داخل للجلوميرولس. دي كلها الدايره دي كلها اسمها الجلوميرولس. الدم بيخش يلف هنا في الكابيلاريز اللي جوه في الشعلات الدمويه دي، ويحصل عمليه الفلتريشن اللي هي النون سيلكتيف زي ما اتفقنا، يعني كل المحتويات بتاعتها بتنزل داخل الايه السيركيليشن دي او داخل الجزء اللي هو المكبكب ده، نسميه المكبكبه، وهي طبعا ايه بتبقى محاطه بالباومنز كبسول. اللي هو بره ده اسمه باومنز كبسول. يبقى كل اللي بترشح بيبقى موجود في التجويف اللي هنا اللي احنا بنشاور عليه بالماوس ده، ده بيبقى موجود في الماده اللي تم ترشيحها، ويتم اخذها مباشره الى البي سي تي. ده اتجاه هنا للبي سي تي، تمام. هنا برضه هبتدي اشوف بعد ما الدم هنا يحصل له عمليه الترشيح بيخرج عن طريق الافرنت ارتريو، يخرج عن طريق الافرنت ارتريو ده اللي هو بيرجع السيركيليشن تاني. طيب نبص هنا عندنا في بعد الجزء ده في حاجه اسمها الايه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز، وده هنشوفه في الشكل ده بقى. هنا دلوقتي بقى عندنا الشكل بتاع النفرون كله عباره عن ايه؟ ادي الجلوميرولس، ادي اللي هي الجزء الاساسي بتاعي، تمام. بيخش الدم من هنا من الافرنت ارتريول وبيخرج من الافرنت ارتريول، يعني الداخل شرياني خارج شرياني، تمام. الافرنت ارتريولز اللي داخل ده هيبتدي عمليه الترشيح ليه لكل المواد المركبه ليه، وبعدين بعد ما بتتم عمليه انتاج الفلتريت، يعني هي الماده التي تم ترشيحها اسمها الفلتريت، وهو هنا بنسميه هنا برودكشن اوف فلتريت، بيرجع الماده دي بتمشي اللي هي تم ترشيحها فيها كل المواد التي تتخيلها ما عدا ايه يا جماعه؟ ما عدا اللارج مولكيولز اوف بروتين. لارج مولكيولز اوف بروتين هي الحاجه الوحيده اللي ما بيتمش عمليه الترشيح ليها. ليه؟ لان الحاجات الكبيره ما بتعديش من الايه من طبقات او من عمليه من المرشح اللي موجود جوه الجلوميرولس. في حاله ان لقينا مثلا لارج مولكيولز اوف بروتين يبقى هنا في خلل موجود في المصفى بتاعه الكلى. هنتخيل كده ان احنا يعني في الحوض بتاعنا، الحوض اللي احنا بنغسل فيه الحاجات في المطبخ ده، وانت بتغسل كده الرز مع مع الطماطم مع الخيار مع الحاجات دي، ايه اللي هيعدي من الفتحات بتاعه الحوض؟ الرز، لا الحاجات الصغيره، لكن الطماطم مش هتعدي، الخيار مش هيعديني، دي لارج بارتكلز، هو ده البلازما بروتين، ما بتعديش، تمام. لو المصفى اللي موجوده في الحوض دي مش موجوده، الحاجات دي ممكن تقع وتنزل ايه الى داخل السويج، تخرج مع الفضلات، وده هيبقى حاجه مش كويسه، تمام. هو ده اللي ممكن يحصل في حاله خلل، وجود خلل في جدار الترشيح اللي موجود جوه الجلوميرولس دي، تمام. بعد ما الفلتريت ده اتحرك بقى اتحرك الى داخل الايه البي سي تي البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز. هنلاقي في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز هنا بيحصل ري ابزوربشن، عمليه اعاده امتصاص للووتر والايونز والاورجانيك نيوترينتس. كل الاورجانيك نيوترينتس زي مين؟ زي الجلوكوز، زي الامينو اسيدز، زي الفيتامينز، تمام، زي الالبومين، لو في البومين اللي هو السمول بارتكلز اوف بروتين حصل لها انها عدت نتيجه وجود خلل لحظي او وقتي، بيتم اعاده امتصاصها مره اخرى في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز. يبقى كل الحاجات بيحصل لها ايه؟ ري ابزوربشن. ممكن اعمل سكريشن، ايوه ممكن اعمل سكريشن للايه لبعض المواد زي مثلا البيكربونات او الهيدروجين، دول ممكن اعمل لهم ايه سكريشن. بعد ما خلصت النقطه اللي هي بتاعه البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز بدخل على ايه الجزء اللي هو اللوب اوف هينل، دي اسمها اللوب اوف هينل. هينل ده طبعا اسم العالم، يبقى هنا اللوب اوف هينل هو في جزء ديسندنج نازل وجزء اسندنج صاعد. جزء الديسندنج ده اسمه ثين ديسندنج لمب، يعني الايه الانبوبه او الطرف النازل الدقيق، ثين ديسندنج لمب.
وده بيعمل ري ابزوربشن للووتر فقط، بيعمل اعاده امتصاص للميه فقط، كاتبين اهو احنا ووتر اونلي. بعد ما بتنزل المواد هنا ويحصل ري ابزوربشن للميه فقط، وده شايفينه في السهم، سهم كده ده اللي هو الازرق ده بيبقى ده الووتر، والسهم الاصفر بيبقى السوليوتس او المواد اللي هي الايه اللي هي الالكترولايتس. بعد كده في الاسندنج بيتم اعاده امتصاص للصوديوم والكلورايد وجزء من البوتاسيوم، سم بوتاسيوم. فين في الاسندنج؟ هل في امتصاص للووتر؟ نو ووتر ات اول. هنا بقى مفيش امتصاص، هنا امبرميبل تو ووتر، يعني غير نفاذ للميه. نيجي في الدي سي تي، في الديستال كونفوليوتد تبيولز، واحنا سمينا دي بروكسمال لانها قريبه من الكلوميرلس، وسمينا دي ديستال لانها بعيده من الكلوميرلس. تمام. الديستال كونفوليوتد تبيولز دي بيتم فيها اعاده امتصاص للميه والصوديوم والكالسيوم، لكن تحت تاثير الهرمونات، وبيحصل سكريشن لبعض الايونز زي البايكربونات والهيدروجين، البوتاسيوم والهيدروجين. تمام. بيتم هنا اعاده ايه افراز ليهم، افراز ليهم، ولا يتم اعاده امتصاص ليهم. اللي بالنسبه للهيدروجين بالذات ما بيحصلوش اي اعاده للامتصاص، يتم السكريشن فقط. يبقى هنا لما نقول الهيدروجين ري ابزوربد ان ذا بي سي تي او دي سي تي او سي دي، لا مفيش، طالما قلت هيدروجين يبقى بقول سكريشن بس. تمام. زي ما احنا يعني ايه بنحب ان احنا نقول دايما عليها ان هي الايه الكلمه تبقى مرتبطه دايما بيها. الديستال كونفوليوتد تبيولز هنا زي ما شايفين تحت تاثير الباراثايرويد هرمون بيعمل ايه اعاده امتصاص للكالسيوم، تحت تاثير الالدسترون بيعمل اعاده امتصاص للصوديوم وبالتالي الكلورايد وبالتالي المي. نيجي للكولكتنج داكت، ودي بيبقى فيها ايه variable reabsorption of water، reabsorption لل and secretion of sodium or secretion of sodium, secretion of potassium, secretion of hydrogen, secretion of bicarbonate. هنا هتلاقي في عمليات كتير جدا بتتم في المرحله دي، ولكن تحت تاثير الانتي دايريتك هرمون. يبقى هنا بعمل reabsorption of water تحت تاثير الانتي دايريتك هرمون الفازوبريسين، لو بيفرز من البوستيريور بيتيوتري جلاند، الفص الخلفي من الايه الغده النخاميه. هنا كمان بيحصل ري ابزوربشن سوري سكريشن للهيدروجين، سكريشن للبوتاسيوم والبيكربونات. اللي بيحصل هنا كومبيتيشن بين الالكترولايتس، بينها وبين اعاده امتصاص الايه الصوديوم، وده وطبعا ده بيساعد على محافظه على الاوزموتيك بريشر اراوند الايه الكولكتنج داكت. في حاله ان وجود الانتي دايريتك هرمون بيساعد على ان زياده الكباستي لاعاده امتصاص الميه في المنطقه دي، وبالتالي هنا يبتدي يتعمل ادجستمنت لليورين كونسنتريشن. لو انا عندي نقص في كميه الميه جوه جسمي بعمل اعاده امتصاص للميه اللي نازله في الكولكتنج داكت، وبالتالي بيطلع concentrated urine بكمية مية قليلة، وفي الحالة دي بيبقى الانتيديوريتيك هرمون هو اللي له تأثير. طب في حالة عدم وجود الانتيديوريتيك هرمون هينزل diluted urine بول مخفف نظرا لعدم امتصاص اعادة امتصاص المية، وبالتالي ينزل بالكمية دي. هنا كان تحت تأثير الباراثايرويد هرمون والالدسترون في الدي سي تي، هنا تحت تاثير الفازوبريسين فقط. لكن في الديسندنج ليمب بنمتص ميه فقط سيفنج ووتر وبنسيب السولت، وفي الاسندنج سيفنج سولت وبنسيب الايه بنسيب الـ 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 يعني الووتر يمشي، ما بيحصلوش ري ابزوربشن لان هي امبرميبل تو ووتر. لما ننزل ناخدها بالتدريج كده نشوف الجلوميرولس او الجلوميرولر فلتريشن، بيبقى بنديها بنكتب الكلام اللي احنا قلناه ده ان هو نون ديسكريمينيتيف، ما بيحددش هو بيعمل فلتريشن لايه. الفلتريشن ده عباره عن 180 لتر في اليوم تقريبا، بياخد من 20 ل 25% من الكاردك اوت بوت هنا، وبالتالي بيبقى عند الافراز بتاع او اعاده الامتصاص بتاعي بيبقى 125 مللي بير مينيت.
او 180 لتر بير داي، والجملر فلتريشن ريت هي الاماونت اوف فلترت فورمد بير مينيت باي تو كيدنيز، تمام، كومباين توجذر. والتيوبلر ري ابزوربشن هنا ده الجمله الاساسيه بتاعتنا. طبعا بقى احنا ما قلنا الري ابزوربشن دي كلها، لكن دايما النقطه اللي منوره دايما ان انا بعمل ري ابزوربشن للجلوكوز والامينو اسيدز او الاورجانيك ماتيريالز اللي هي بتبقى فولي ري ابزوربد، وان البي او 4 والكالسيوم بيبقوا اكتيفلي ري ابزوربد بس اندر كنترول اوف بارا ثايرويد هرمون، تمام. وطبعا ده في الايه في الدي في التيوبلر ري ابزوربشن. لكن نيجي في التيوبلر سيكريشن، يبقى انا عندي هنا سيكريشن للهيدروجين، وطبعا تو ريجوليت الاسيد بيز بالانس اللي هي واحده من الفانكشن بتاعه الايه الكدني، واحده من الفانكشن بتاعه الايه الكدني، تمام. هنا عندي برضو الجزء اللي هو بتاع البوتاسيوم بيكيب البلازما والبوتاسيوم كونسنتريشن في الان ابروبريت ليفل، طبعا بيحافظ عليهم. هو الصوت راح عند الدكتور بس ولا من عندنا بس ولا عند كله؟ السلام عليكم، معلش كان الصوت علق كده معاك وانا اهو. ماشي. طيب نيجي للجزء اللي هو بتاع البوتاسيوم. هنلاقي ان هو عشان احافظ على البلازما بوتاسيوم ليفل كونسنتريشن، ليه؟ لان البلازما دي مهمه لايه؟ البوتاسيوم مهم لايه؟ مهم للنورمال ميمبرين اكسايتابيليتي. يعني دايما احنا اتكلمنا لما كنا بنتكلم على الخلايا اللي هي الاكسايتابل زي الماسلز النيرف، قلنا دول اكسايتابل تيشوز. عشان احافظ على الاكسايتابيليتي بتاعتهم لازم احافظ على الليفل بتاع البوتاسيوم ده يبقى موجود بنسبته النورمال بتاعتي اللي هي اكسترا سيلولر وانتر سيلولر تكون موجوده بنسبه موحده او ثابته، بحيث ان انا احافظ على الاكسايتابيليتي دايما بتاعه الايه، لا يبقى فيه هايبر اكسايتابيليتي ولا يبقى فيه هايبو اكسايتابيليتي، لا يبقى فيه هايبر ليفل اوف بوتاسيوم يعني هايبر كاليميا بنسميها كده او هايبو كاليميا، تمام. وفي نفس الوقت برضو بعمل البالانسنج على الصوديوم، لا في هايبر ناتريميا او هايبو ناتريميا، يعني لا في زياده في البوتاسيوم ولا في زياده في الايه الصوديوم، والعكس صحيح بالنسبه للقله بتاعتهم يعني، تمام. هنا يبقى أنا عندي برجع برضو بنركز تاني على الجملة اللي هي بتاعت 125 ميلي بير مينت 180 لتر بير داي. يا جماعة لو احنا لو بصينا على الليفل ده، لو انا بعمل فلتريشن ل 180 لتر في اليوم وما بعملش ري ابزوربشن هتبقى مشكلة كبيرة جدا طبعا، لان هيبقى محتاج ان انا اتخلص من 180 لتر يوميا، طبعا دي عمرها ما هتحصل. فانا بعمل ري ابزوربشن، لما نيجي نبص على الليفلز بتاعت الري ابزوربشن هتلاقي 65% بيتم في الجزء بتاع البروكسيمال كونفليوتد تيوبولز، بعد كده بتقل تدريجيا. يعني الووتر مثلا يبقى من 10 ل 15% في الديسندنج، الصوديوم والبوتاسيوم يبقى من 10 ل 15% في الاسندنج، وهكذا يفضل الليفلز دي تتغير صعودا ونزولا تحت تاثير الهرمونز اللي هي في الدي سي تي وتحت تاثير الهرمون في السي دي، وده يبتدي هنا ياثر لي على الايه الليفلز بتاع او كونسنتريشن اوف يورين والكونتنت بتاعتهم مباشره. هنا ايه الفلتريشن فورسز اللي بتتحكم فيا، اللي هي زي ما احنا بنقول دايما بنديها مثال زي ما تكون انت جاي عايز تدخل من باب جاي من بره وعايز تدخل من باب معاك واحد زميلك وداخل تتخانق مثلا، فهي واحد عايز يحوشك مش عايزك تدخل عشان ما تتخانقش، تمام. يبقى انت بتروح بقوه معينه اللي هي اول واحده هنا اللي هي الهيدروستاتيك جلوميلر كابيلاري بريشر، حاجه الدافع اللي جواك، البريشر اللي جواك، البلاد بريشر اللي جواك بيساوي 55 ملم مركري، بيدفعك انك تعدي من الباب ده، تعدي تبقى فلتريت، تتعدي تترشح. لكن في قوه بقى بتحاول تشدك اللي هو واحد خايف عليك، خايف على الميه اللي جواك، تمام. فهو ده اللي هو الكولويد اوزموتيك بريشر، قلنا دايما هو بيحافظ على الووتر في السايد اللي هو موجود فيه، وده بيساوي 30 مليمتر مركري. في كمان مقاومه من جوه الباب اللي انت عايز تدخله ده اللي هو الانترا كابسولار ايه بريشر، اللي هو الباومنز كبسول اللي حوالين الايه الكبكبه اللي شفناها في الاول دي،
هو ده بيساوي 15 ملم مركري، وتلاقي كله مع بعضه توتالي بيساوي ايه اللي هم لما باجي اخد اللي هو ال 55 ناقص ال 30 زائد 15 يديني 10 ملم ايه مركري. تمام، ده بالنسبه لي الايه الجزء اللي هو بتاع القوه المؤثره فيها، وده في الاخر بيؤدي ان انا اعمل ترشيح لايه ل 12 ونص ملي بير مليمتر مركري. يعني لو انا كل ما زود الفرق ده يعني ال 10 دول هيطلعوا لي 125 مني، لان 10 12 ونص هيساوي ايه 125 ملي، بس مش بقى كل ضغط، هيبقى كل دقيقه. تمام، واللي خلاها كل دقيقه ان هي ريليتد للكاردياك اوت بوت اللي هي موجوده عندي. دلوقتي هيبقى عندنا مرحله نبص على الايه الايه اللي بيحصل في الفلتريشن بتاعي في الجزء اللي هو تدريج